الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. كم من قرارات في حياة الإنسان تعجل فيها ثم بعد ذلك ندم أشد الندم. قرار السفر، قرار الزواج، قرار الطلاق، قرار رد الفعل على تصرفات بعض البشر. الإنسان عجول وفي طبيعته العجلة، ولهذا عصم الله المؤمن بشيئين: الاستخارة والاستشارة. قبل أن يقبل على أي عمل يتأنى ويصبر ويستخير ويستشير حتى يلهمه الله رشده ويلهمه الصواب، ولا يتعجل حتى لا يندم، حيث لا ينفعه الندم لأن العجلة من الشيطان. فبعض الناس يقول: أخذت بالأسباب الغيبية والدنيوية واستخرت الله، ولكنني خدعت، أتعامل مع بعض النفوس الملتوية التي وجدت منها الكذب والنفاق والالتواء والمكر والحيلة، فما هو ذنبي؟ هنا تأتي النصوص تنزل على قلبه بردا وسلاما: أنك قد أديت ما عليك، وبعد ذلك فالمشيئة لله. لمن المشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة الله هي النافذة، وإرادة الله هي الغالبة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما أراده الله كان، وما لم يرد لن يكون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. طالما أنك فعلت ما أمرت به، تستقبل بعد ذلك قدر الله تعالى بانشراح الصدر. إذا تحقق ما تريد فهذا من فضل الله عليك، وإذا لم يتحقق ما تريد فاعلم أن إرادة الله هي الغالبة، لأن الله وعدنا أن يجيب دعاءنا فيما يريد لا فيما نريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. قد تتأخر الإجابة لحكمة، فالله يعطي بفضله وكرمه ورحمته ويمنع بحكمته. الله لا يعطي استحقاقا ولا يمنع بخلا، ولكن الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو أنا صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو أنا صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. والعجلة طبيعة في الإنسان أكدها القرآن الكريم،
في مواضع منها قول الله جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. وقال جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. ونحن صغار كنا نتعلم في مقراءة القرآن على يد شيخين كريمين كبيرين في السن رحمهم الله، هذا الكلام مما يقرب 40 أو 50 عام، كنا نتعلم على أيديهما القرآن الكريم في المقراءة، وكان دائما الابتسامة والرفق بالمتعلمين. نخطئ كثيرا فيصبران علينا. فأحد الناس جلس معنا في المقراءة مرة فجعل هذه الآية التي قرأها الشيخ الإمام في الصلاة: خلق الإنسان، ورحيه خلق الإنسان من عجل. فالمشايخ انتفضوا، إن عند آيات القرآن عندهم حساسية. هو أرأى كده أول مرة يقرأ خلق الإنسان من عجل، قالوا أه خلق الإنسان من عجل. شوف بلاغة القرآن الكريم، هي الأحرف واحدة، العين والجيم واللام، تغيرت علامات الإعراب، تغير المعنى من الشرق إلى الغرب. ما تقول خلق الإنسان من عجل، لا معنى، لا العجل حيوان مخلوق، لكن خلق الإنسان من عجل، أي من العجلة والاستعجال. وكان الإنسان عجولا، الإنسان عجول في كل شيء، حتى في الدعاء يقول: كم دعوت الله فلم أرى إجابة. يرفع يديه بالدعاء: يا رب يا رب، قبل أن يخفض يديه يريد أن يرى الإجابة. والله لا يعجل لعجلة أحد، لأن الأمور تجري بالمقادير، والله تعالى له حكمة في العطاء. بل كم من الناس يدعو بالشر وهو لا يدري، يظن أن ما يدعو به خير، كقوم قارون لما لقوا قارون طلع في زينته وأمواله كلهم قالوا إيه: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي دعوة. لما لقوا الخسف حصل بقارون وجنوده وكنوزه قالوا إيه بقى؟ القرآن ذكر هذا الكلام، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اعتبروا عدم إجابة الدعاء منا تستحق الشكر لله جل وعلا. فالعطاء والمنع له حكمة، ولكن الإنسان في طبيعته العجل، والله له سنن لا تتبدل ولا تتأخر. البذرة في الأرض لها دور في الإنبات والحصاد، القمر له منازل خلال الشهر، الجنين في بطن أمه 9 أشهر، هذه سنن الله، ولا يعجل الله لعجلة أحد. من قطف ثمرة قبل أوانها وكلها يجي له مرض وآفة، ليه؟ لأنها لم تنضج. من أسقط الجنين قبل موعده لا يكتب له حياة ولا بقاء، لأن لله سنن في إنبات الزرع، وله سنن في نمو الجنين. ومن خالف سنن الله تعالى عاد عليه بالندم والخسارة والهلاك، ولم يربح شيئا. حتى لله سنن في التمكين والنصر، الذي أدى سنن الله ينصره الله، أما الذي ما قام على سنن الله يخذله الله. إن تنصروا الله ينصركم، هذا أسلوب شرط. كيف أنصر الله؟ بالاستقامة. المساجد عامرة، أقبل على كتاب الله أقرأه وأتعلمه وأعرف ما فيه وأقوم على أوامره، إذا أمرني بأمر سمعنا وأطعنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم سمعنا وأطعنا. الله جل وعلا مدح أهل الإيمان بأعمالهم المستغفرين بالأسحار، أين أنا في وقت الأسحار؟ مدح الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويعمرون المساجد بالطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الإنسان يتعجل ويقول: قد دعوت قد دعوت،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت ولم أرى الله يستجب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء، يتركه، بينما الدعاء في ذاته عبادة، أعطاني أو لم يعطيني، إذا أعطاني فبفضله، وإذا لم يعطيني فبحكمته، ولن يحرمني أجر الدعاء يوم القيامة أو يرفع عني من البلاء مثله. كان في بلاء نازل ومصيبة، هيحصل حادثة سيارة يكسر فيها ضلوعي كلها، ولاقي نفسي من غير ركب ومن غير رجل، مش عارف أمشي، حياتي كلها وقفت في لحظة، وأنت سايق تغفو غفوة كده، دخلت في اللقصادك، خبطت في حيط، ولا وقعت من سور ولا من كوبري، خلصت الحياة، فين حساباتك؟ انتهت في لحظة. ببركة الدعاء يقيك الله تعالى البلاء. إن الدعاء والبلاء ليعتلجان في السماء إلى يوم القيامة، ولا يرد القدر إلا الدعاء. كم من بلايا كانت نازلة ردها الله تعالى ببركة الدعاء. إذن كل دعاء له ثمرة وإن لم أرها بعيني، فالله تعالى له حكمة. طيب، التأني والعجلة نقيضان لا يجتمعان. إمتى تكون العجلة؟ في حاجات أمرنا الدين فيها بالاستعجال، اللي هي التوبة من الذنب. ما تقولش والله كلام جميل وأنا مقتنع، بس بص أنا إن شاء الله هبتدي أستقيم من الجمعة الجاية، أنا إن شاء الله هبتدي أتوب لربنا تماما بقى لما يجي رمضان. لا، من الآن. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. دعيت إلى طاعة، ما تقولش بعدين، لا، أي حاجة تتأجل إلا الطاعة. وسارعوا، هنا في مسارعة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. هذه أمور يسن فيها العجلة ولا يسن فيها التأجيل ولا التأخير، وإلا ضاعت الفرصة وأغلق الباب. طب أين موضع التأني؟ في طلب الأرزاق. رب العزة قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من غير هلع ومن غير خوف ومن غير قلق. دع الأمور تمشي في مأعنتها، ولا تنم إلا وأنت خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الناس الطيبين في القرى يقول لك الكلمة الجميلة دي، والله التي تنزع كل يأس وإحباط وملل من القلوب، يقول لك تبات نار تصبح رماد، مش هي في الليل مشعللة بس كده نام واستعن بالله، إن شاء الله في النهار يأتي فرج الله القريب، تبات نار تصبح رماد. الناس الطيبين، البسطاء، العوام، الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، يقولون مثل هذه الحكم كالدرر، تبات نار تصبح رماد. الله يغير الأحوال فلا تدري. وتذكر هذه الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأني، وأن يرزقنا العجل فيما يرضيه، والفرار إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.